إن شاء الله اليوم نتكلم على اللي هو الـ Synchronous Generator Equivalent Circuit، يعني بدنا نعمل Developing لـ Electric Circuit تمثل اللي هو الـ Synchronous Generator. الكتل المعدنية والملفات والحديد وخلافه، كل هذا هنحوله إلى دائرة كهربية، وهذه هي الدائرة الكهربية اللي هنستخدمها عشان نعمل اللي هو analysis ونقيم البيرفورمانس بتاع الجنريتور. وللجنريتور احنا عارفين انه في عنا ثلاثة فيز ويندينجز موجودة في وين؟ في الستيتور، وهذه ستيشنري ساكنة. الروتور الجزء الدوار في له أقطاب عددها زوجي، والأطراف بتاعت الملفات بتاعت هذه الأقطاب بنوصله بدي سي سورس. دي سي سورس بيعمل سبلاي لدي سي كارنت، يبقى بيتكون عندي اللي هو كونستانت فلكس في الأقطاب بتاعت اللي هو مين؟ الروتور، وهذا اللي هو الفلكس دنسيتي بتاعته اللي هي البي آر. الروتور بتاع هذا الجنريتور بيتم اللي هو ادخال ميكانيكال باور، وبندوره بسرعة ثابتة ميكانيكال سبيد، وبنسميها السينكرونوس سبيد، سواء كانت راديان بير سكند او كانت ريفوليوشنز بير مينيت ار بي ام. خلينا نفترض انه الجنريتور الروتور بتاعه بيدور بهذه السرعة، والجنريتور غير محمل unloaded. لما يدور الروتور اللي هو الكونستانت فلاكس الأقطاب هذه، الستيتور وايندينج بيشوف إن هذا الفلاكس sinusoidal، فالفولتج induced في هذه الملفات بتاعت الستيتور بيكون sinusoidal. الـ EA هذا الـ Voltage Induced للفيز الواحد بتاع الـ Stator Windings نتيجة اللي هو الـ Flux اللي جاي من وين؟ من الروتور، في حالة لما يكون اللي هو الـ Generator ماله Unloaded. الـ Generator Unloaded معنات هذا الكلام انه الكرنت اللي ماشي في الوايندينجز بتاعت اللي هو الستيتور اللي احنا بنسميها الارميتشر بيساوي كام؟ زيرو. يبقى الفولتج اللي على الفيز الواحد بتاع الجنريتور هو قيمته نفس القيمة بتاعت الفولتج induced internally جوات الآلة نتيجة الفلكس اللي جاي من مين؟ من الروتور، لانه ما فيش كرنت ماشي في الوايندينجز، يبقى ما فيش فولتج دروب على اي من اللي هو الوايندينجز، فمعنات هذا الكلام انه الفولتج induced internally هو الفولتج على اطراف الجنريتور. طيب تعالوا تنتخيل اللي هو ايش، انه الجنريتور الان اصبح يزود حمل بكرنت اسمه IA اللي هو الفيز كرنت بتاع الجنريتور. هذا الفيز كرنت هو اللي ماشي في الوايندينجز. طب الكرنت هذا لما يمشي في ملفات بيعمل فلكس باي اتس اون. طيب انا في عندي كان فلكس من الروتور، وصار في عندي فلكس من وين؟ من الستيتور current اللي هو الـ IA، يبقى صار في عندي two fluxes في الآلة، flux جاي من الروتور و flux جاي من الستيتور، يبقى بصير في عندي اللي هو ايش؟ two values للـ voltages. voltage نتيجة اللي هو الـ field current اللي هو الـ EA في حالة ما يكون الـ IA صفر، ولما يكون الـ IA له قيمة، وخلينا نفرض انه الـ current is lagging، يبقى بصير في عندي voltage induced وبنسميه اللي هو E stator. صار total flux اللي هو عبارة عن two fluxes، واحد من الروتور وواحد من الستيتور.
الفولتج على الأطراف اللي هو الجنريتور للفيز الواحد صار هو عبارة عن 2 فولتجز، فولتج نتيجة اللي هو الروتور فيلد وفولتج نتيجة الستيتور فيلد. الفولتج بتاع الستيتور فيلد هو ناتج من الكرنت اي اي وبيمر في اللي هو مين الرياكتنس بتاعت الويندنجز بتاعت اللي هو الستيتور، وقيمة هذا الفولتج ايش بيساوي؟ ماينس جي اكس في الاي اي. فصار عندي الفولتج الفي فاي الفيز فولتج بتاع الجنريتور بيساوي الاي اي هذه اللي هي الفولتج انديوس نتيجة الفيلد فلكس ماينس جي اكس في الاي اي. وهذه هي ايش الاكويفالنت سيركت بتاعت الاكويجن اللي احنا شايفينها هذه. يبقى صار الفي فاي اللي هو الفيز فولتج على اطراف الجنريتور بيساوي الاي اي ماينس جي اكس في مين في الاي اي. طب هل هذا هو كل شيء؟ لا، صار في عندي انا كمان انه الويندنجز هذه بتاعت الستيتور مالها الها ريزيستنس وكمان اللي هو الها ايش ليكج رياكتنس. يبقى معنات هذا الكلام انه هذا الفولتج لسه مش هي القيمة النهائية، لسه في حاجات ما خدناهاش في الحسبان اللي هو الليكج فلكس اللي بيعمل ليكج رياكتنس والريزيستنس بتاعت اللي هو مين الارميتشر. فبصير في عندي اللي هو ايه انه في حالة ما يكون الكرنت لاجينج في عندي اللي هو الفولتج على الفيس بيساوي الاي اي ماينس جي الاكس في الاي اي، هذه اللي هي اللي احنا قلنا نتيجة اللي هو الفولتج انديوس نتيجة اللي هو مين الاي اي. كمان في عندي اللي هو الرياكتنس اللي هي نتيجة الليكج فلكس وبدنا نسميها اللي هو الاكس ايش اي، وهذه بتعمل لي فولتج دروب قيمته ماينس جي اكس اي في الاي اي. كمان الوايندنجز بتاعت الستيتور بتاعت الارميتشر الها ريزيستنس وبدنا نسميها ار اي الارميتشر ريزيستنس، وهذا بيعمل لي فولتج دروب قيمته ماينس ار اي في مين في الاي اي. طيب التنتين هدول رياكتنسز في كرنت نفس اللي هو الصنف، فعشان هيك بصير عندي الفي فيس على اطراف الجنريتور بيساوي الاي اي الفولتج انديوس نتيجة الفيلد ويندينجز ماينس جي اكس اس في الاي اي. طب ايش الاكس اس؟ الاكس اس اللي هي مجموع التنتين هدول اللي هو الرياكتنس نتيجة اللي هو الكرنت اي اي نتيجة الفلكس اللي بيعمله اي اي، والاكس اي هذا اللي هو مين الليكج رياكتنس نتيجة اللي هو الفيلد كرنت. فبتصير الاكويجن بتاعت اللي هو الجنريتور اللي هي اللي احنا شايفينها هذه النهائية، والاكس اس هذه بنسميها اللي هو السينكرونس رياكتنس، وهي عبارة عن الرياكتنس نتيجة الارميتشر رياكشن نتيجة اللي هو الكرنت اي اي لما يمشي في الوايندنج بيعمل فلكس، والاكس اي هذه اللي هو الليكج رياكتنس بتاعت الجنريتور. التنتين هدول مجموعهم اكس اس وبنسميه السينكرونس رياكتنس. تعالوا تنشوف اللي هم السيركتس هدول اللي جمنا، هذه دائرة اللي هو مين الفيلد سيركت. الفيلد سيركت هذه عبارة عن دي سي سورس بيعمل لي سبلاينج لدي سي كرنت بنسميه الفيلد كرنت. هذا الفيلد كرنت بيمشي في الملفات بتاعت الأقطاب اللي موجودة في الروتور اللي هو الجزء اللي بيدور، بنحط في الطريق اللي هي ريزيستنس متغيرة عشان نتحكم في قيمة مين الاي اف، عشان نتحكم في قيمة الفلكس اللي جاي من مين من الروتر لو احنا حبينا نتحكم في قيمة الفولتج انديوست الاي. طيب هدول الثلاثة سيركتس اللي فوق بعض هذه عبارة عن الاكويفالنت سيركت
بتاعت الفيز رقم واحد EA واحد الفولتج انديوست في الفيز الأول، RA الريزيستنس بتاعت الفيز الأول، XS اللي هو السينكرونس رياكتنس بتاعت الفيز الأول، IA واحد الكرنت بتاع اللي هو مين الفيز الأول. السيركت اللي تحت هذه بالظبط زي اللي فوق بس بتاعت الفيز الثاني. ايش اللي اختلف؟ انا في عندي EA 2 وفي عندي IA 2، وهنا في عندي ال VFi 2، لكن اللي هو ايش الريزيستنس والرياكتنس زي ما هما. كذلك الحال اللي هو السيركت هذه اللي هو ال EA 3 الفولتج انديوس في الفيز الثالث، والفولتج على اطراف الفيز الثالث، والكرنت اللي بيمر في الوايندنجز بتاعت الفيز الثالث. ال EA 1 والاي اي 2 والاي اي 3 هدول اللي هم الانديوست فولتجز انترنال تو اللي هو الجنريتور، وهدول ايكوال في الماجنتيود بالظبط قد بعض، لكن بين كل واحد والتاني كام 120 درجه. طيب الار اي هي الار اي هي الار اي، الاكس اس هي الاكس اس هي الاكس اس، اي اي 1 واي اي 2 واي اي 3 equal في الماجنتيود وبين كل واحد والتاني كام 120 درجة. VFi 1 VFi 2 VFi 3 equal في الماجنتيود وبين كل واحد والتاني كام 120 درجة، واحنا بنتعامل مع اللي هو الجنريتور واللود على انهم بالانسد، يعني الفيز الاول بالظبط تماما زي الفيز الثاني بالظبط تماما زي الفيز الثالث، لكن الفولتجز والكرنس بيناتهم فيز شيفت كام 120 درجة. طيب عشان التلاتة فيز هدول زي بعض، يبقى بنقدر ناخد واحد من الفيزز وبنعمل عليه الدراسة، وهذه بنسميها البير فيز equivalent circuit. إذا عرفنا كل حاجة بتخص الفيز الأول بنقدر نعرف القيم اللي بتخص الفيز الثاني والقيم اللي بتخص الفيز الثالث. طيب الجنريتور هذول اللي هم الثلاثة فيز windings، يا إما بنوصلهم مع بعض واي زي ما احنا شايفين، هي الفولتج انديوس هي الفولتج انديوس الفولتج انديوس، وهذه اللي هي الامبيدنس، هذا اللي هو الفيز الأول وهي الفيز الثاني وهي الفيز الثالث. ماله هذا الجنريتور؟ واي كونكتد، يبقى الفولتج من اللاين لللاين بيساوي كام؟ جذر التلاتة الفي فيز. في حالة الواي كونكشن الفي فيز من النقطة هذه للنقطة هذه، طب اللاين فولتج من النقطة هذه للنقطة هذه between two lines، ايش علاقة الفي لاين مع الفي فيز؟ الفي تيرمينال لاين تو لاين بيساوي جذر التلاتة الفي فيز في حالة مين؟ الواي كونكتد وايندنج. التوصيلة الثانية اللي هي الدلتا كونكشن، هذه زي الحرف اللاتيني الدلتا، هذه زي الحرف اللي هو مين؟ الواي. هي الفولتج وهي اللي هو مين؟ الامبيدنس. هي الفولتج وهذه الامبيدنس، هي الفولتج بتاع اللي هو الفيز الثاني وهي الامبيدنس. طيب الفولتج من اللاين لللاين يبقى هو ايش؟ الفيز فولتج. يبقى في حالة الدلتا كونكشن التيرمينال فولتج لاين تو لاين هو مين؟ الفي فيز في حالة مين؟ الدلتا كونكشن. وهي هيك احنا قدرنا نحول اللي هو الكتل المعدنية والحديد وكل هذا مع بعضه الى دائرة كهربية بسيطة اللي انت شايف هذه. هذه الدائرة الكهربية عبارة عن حاجتين اللي هي مين؟ دائرة الروتور الدي سي فولتج اللي بيديني الفيلد كرنت دي سي كرنت، وهذا اللي هو بيكون في عندي مقاومة متغيرة عشان اتحكم في قيمة مين؟ الفلكس اللي جاييني من وين؟ من دائرة الروتور، وهذا القيمة بتغير لي اللي هو قيمة مين؟ الاي اي.
هاي الـ EA الـ Voltage Induced على الثلاث ملفات هدول للفيز الواحد، وهذه اللي هي الـ Synchronous Reactance، وهذه اللي هي الـ Armature Resistance، الـ Resistance بتاعت كل فيز من الثلاثة اللي موجودين هان، وهذا الكرنت اللي بيروح لمين؟ للود اللي بيعمل اللي هو الجنريتور سبلاينج لمين؟ للود. والفولتج من هالان هو الفولتج على الفيز الواحد، اللي هي على الفولتج الفيز الواحد في الملفات اللي موضوعة في وين؟ في الستيتور. هذه هي الإكويفالنت سيركت للفيز الواحد بتاعت اللي هو مين؟ السينكرونس جنريتور. الدائرة هذه اللي انتم شايفينها، هذه دائرة الفيلد، هي هذه اللي هو الروتور، اللي هي الأقطاب، هذه الملفات اللي بنوصل لها دي سي كانت عشان تعمل اللي هو الفلكس، وقطب شمالي جنوبي شمالي جنوبي. الدائرة هذه اللي احنا شايفينها هذه اللي هو ايش؟ بتمثل اللي هو الجزء الثابت من اللي هو الجنريتور. هذه يبقى هي البير فيز ايكويفالنت سيركت بتاعت السينكرونس جنريتور. طيب هذه هي البير فيز ايكويفالنت سيركت بتاعت الجنريتور. الجنريتور هذا بيعمل سبلاينج لكرنت اسمه IA عند فولتج V5. طيب الأحمال اللي احنا بنشغلها أو الحمل المطلوب من الجنريتور، هل قيمته ثابتة طول الوقت؟ لا، الناس بتشغل الأجهزة والمعدات بتاعتها حسب ما تريد، وما فيش عليهم قيود. علشان هيك الـ IA هذا القيمة بتاعته مش ثابتة، أو الحمل هذا ماله مش ثابت. الأحمال هذه احنا قلنا بنقسمها لثلاث أنواع، إنه Unity Power Factor يعني اللود بيور ريزيستنس، أو Lagging Power Factor يعني التيار IA بيتأخر عن الـ V5، أو كاباسيتيف لود اللي هو الباور فاكتور از ليدنج يعني الكرنت بيتقدم على الفولتج. في حالة اليونيتي باور فاكتور الكرنت والفولتج مالهم؟ الهم نفس الفيز انجل. تعالوا تشوف اللي هو ايش حكاية الفيزور دايجرام. قلنا الفيزور دايجرام هو عبارة عن سكيماتيك دايجرام جرافيكلي، اللي هو بيديني السوليوشن بتاع اللي هو الايكويجن اللي بتوصف البيهيفير بتاع اللي هو السينكرونس جنريتور، بدل ما هي ماثيماتيكلي بتحل لي اللي هو ايش؟ جرافيكلي. كلمه فيزور قلنا يعني كومبلكس نمبر. في معلومتين عن الماجنتيود وعن مين؟ الفيز انجل. الايكويجن بتاعت اللي هو مين؟ الـ internal voltage بتاع الـ synchronous generator هي الـ EA بيساوي الـ voltage على الـ terminals زائد الـ voltage drop على الـ impedance بتاعة الـ generator، اللي هو كام؟ IA في الـ RA زائد JXS في مين؟ في الـ IA. هذه الـ equation mathematical، ما فيها complex، اللي هو فيها الـ phasors اللي هو الـ IA وفيها الـ V5 والـ EA. هذه الإيكويجن بدل ما نحل اللي هو معادلة فيها كومبلكس نمبرز، بدنا نحولها لإيش؟ لجراف. بس اللي هو الـ IA هذا كم حالة له؟ ثلاث حالات: يونيتي باور فاكتور إن فيز مع الـ V5، لاجينج باور فاكتور يعني متأخر عن الـ V5، وليدينج باور فاكتور يعني الـ IA متقدم. تعالوا تنشوف مع بعض. هذه الحالة الأولى، هي الـ V5 من هان، هي الاوريجين هذه، واحنا مختارين الـ V5 كايش؟ ريفرنس. الزاوية بتاعته كام؟ صفر. في حالة اليونيتي باور فاكتور مال الـ IA له نفس الزاوية بتاعت الـ V5، هي الـ IA. يبقى هينا عرفنا الـ V5 وعارفين الـ IA. طيب الـ EA ايش بتساوي؟ الـ V5 زائد IA في الـ RA. طيب هي الـ IA، IA في الـ RA عبارة عن فولتج، مال الفولتج IA في الـ RA؟ إله نفس الزاوية بتاعت الـ IA، لأنه في حالة الريزيستنس الفولتج والكرنت مالهم؟ إلهم نفس الزاوية. طيب بدي أضيف IA في الـ RA على الـ V5،
هاي الفي فاي، بدي اضيف اي اي في الار اي على الفي فاي وفي نفس اتجاه مين الاي اي، يبقى بنيجي عند الارو الهيد بتاع اللي هو الارو بتاع الفي فيز ونضيف عليه ماجنتيود قديش قيمته اي اي في الار اي والاتجاه بتاعه هو اتجاه الاي، يبقى صار اللي هو الطول من هان لهان مجموع حاجتين اللي هي الفي فيز زائد الاي اي في الار اي ايش ضايل جي اكس اس في الاي اي. بنيجي عند اللي هو الهيد بتاع الارو بتاع مجموع اللي هو مين الفي فاي والاي اي والار اي، بدنا نضيف عليه مين جي اكس اس في الاي اي. اوه هادي رياكتنس، الجي اكس اس في الاي اي هذا فولتج، مال الفولتج في حالة اللي هو الرياكتنس؟ الفولتج بيتقدم على الاي اي بزاوية كام 90 درجة، يبقى بنيجي هنا زاوية قائمة 90 درجة وبنضيف ماجنتيود قديش قيمته جي اكس اس في الاي اي باتجاهه الى اعلى، يعني بفوته لانه تخيل انه في حد واقف هان واللي هو هذا بدور عكس عقارب الساعة، فمعناته بتشوف اللي هو مين جي اكس اس في الاي اي قبل الاي اي في الار اي بزاوية كام 90 درجة. هاي معنات انه الجي اكس اس في الاي اي بيتقدم 90 درجة على اللي هو الاي اي. وصلنا للنقطة هذه، صار عندي الفي فاي من هالهان اي اي في الار اي نهان بعدين اللي هو جي اكس اس في الاي اي، وصلنا لهان المحصلة بتاعت هدول الثلاثة اللي هي مين الاي اي، يبقى الاي اي مجموع الثلاث حاجات هدول اللي هي الفي فاي زائد الاي اي في الار اي زائد جي اكس اس في الاي اي، يبقى الخط هذا من هالهان هو مين الاي اي، يبقى هذا الفيزر دايجرام في حالة يونيتي باور فاكتور. طيب في حالة اللاجينج باور فاكتور هي الفي فاي، مال الاي اي متأخر بزاوية مثلا ثيتا، الفي فاي بتضيف عليها اي اي في الار اي، بس وين اتجاه الاي اي في الار اي؟ هو نفس اتجاه الاي اي، يبقى هاي الاي اي في الار اي صار اللي هو الفي فاي زائد الاي اي في الار اي، وصلنا لهان بعدين بدنا نضيف جي اكس اس في الاي اي، بس مال الجي اكس في الجي اكس اس في الاي اي؟ عمودي على اتجاه الاي اي، هي اتجاه الاي اي عمودي عليه، يبقى الزاوية هذه قائمة وقديش الماجنتيود هذا جي اكس اس في الاي اي، يبقى الخط هذا من هان لهان هو مين الاي اي، يبقى هذا الفيزر دايجرام في حالة مين اللاجينج باور فاكتور. ايش ضل عنا؟ الفيزر دايجرام في حالة الليدينج باور فاكتور، هاي الفي فاي هاي الاي اي، مال الاي اي متقدم بزاوية ثيتا، بدنا نضيف على ال V phi I A في ال R A في نفس اتجاه ال I A، يبقى I A في ال R A، وبعدين بدنا نضيف J X S في ال I A بس ماله متقدم على اللي هو ال I A على الاتجاه هذا بتسعين درجة، الاتجاه هذا بتسعين درجة، يبقى بنعمل زاوية قائمة وهنا ايش J X S في ال I A، وصلنا للنقطة هذه، يبقى الخط من هنا لهنا هيك هو مين الاي اي. في بدنا نلاحظ حاجة بالنسبة للفيزر دايجرامز، في حالة اليونيتي باور فاكتور او اللاجينج باور فاكتور الاي اي اكيد دائما اكبر من مين؟ من الفي فاي، لانه في الحالة الاولى الاي اي هذه وتر في مثلث، الضلع هذا هيك الفي فاي زائد اللي هو الاي اي في الار اي، اكيد الاي اي مالها كماجنتيود اكبر من مين؟ من الفي فاي. كمان في الحالة هذه واضح انه الاي اي مالها اكبر من اللي هو الفي فاي. نيجي لحالة الليدنج باور فاكتور، الاي اي هذا اللي بيعمل له سبلاينج الجنريتور ممكن يكون كبير وممكن صغير وممكن الزاوية بتاعته صغيرة وممكن الزاوية بتاعته كبيرة، فبنقدر نقول في حالة الليدنج باور فاكتور
انه الاي اي هذه ممكن تكون قد الفي فاي، وممكن تكون اكبر منها، وممكن تكون اللي هي مالها اصغر منها. يبقى الثلاث احتمالات ممكن يكونوا في حالة الليدنج باور فاكتور، لكن اليونيتي واللاجنج مال الاي اي كماجنتيود اكبر. في حاجة اسمها الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن نيجي على الاطراف بتاعت الجنريتور، بنخلي الاي اي صفر، بنقول عليه النو لود فولتج. النو لود فولتج هذا بنشوف قديش القيمة بتاعته، بعدين بنوصل الحمل، يعني صار في عنا اي اي مال الفولتج. الفولتج اكيد اتغير لانه صار في عندي ايش، فولتج دروب في الطريق. النو لود فولتج ناقص الفول لود فولتج اثناء التحميل على الفول لود فولتج، هذا اللي احنا بنسميه الفولتج ريجوليشن، واذا ضربناه في 100 بنجيبه كبيرسنت. طب في حالة النو لود قديش الفي فاي؟ الفي فاي هي مين؟ هي الاي اي، لانه ما فيش فولتج دروب على اللي هو الار اي والاكس اس، لانه الاي اي بيساوي كام؟ صفر. يبقى الفي فاي في حالة النو لود هو الاي اي، يبقى الفي فاي في حالة النو لود هو الاي اي ماينس الفي فاي في حالة الفول لود على الفي فاي في حالة الفول لود، مضروب في 100 بيديني اللي هو مين؟ الفولتج ريجوليشن. وهذا عبارة عن رقم او نسبة بتقول لي قديش في تغيير في الفولتج من حالة اللا تحميل الى حالة التحميل. تعالوا تنشوف حاجة اسمها الباور والتورك في حالة اللي هو السينكرونس جنريتور. هذه هي الإكويجن اللي بتقول انه الـ EA بتساوي الـ V5 زائد الـ IA في الـ RA زائد JXS في مين؟ في الـ IA. وهذه اللي هي دائرة الفيلد، وهذه دائرة اللي هو مين؟ الأرميتشر، اللي هو واحد من الفيزز اللي موجودين في الستيتور. إذا كان إحنا الجنريتور هذا بيكون موجود في المحطات التوليد، بنعمل حسابنا انه نعمل ديزاين بحيث نخلي اللوسز اقل ما يمكن، لانه هذا شغال 24 ساعة 365 يوم في السنة. بنعمل حسابنا انه الـ RA هذه تكون القيمة بتاعتها صغيرة جدا جدا جدا، علشان بيمشي فيها كارنت بالهندردز واحيانا thousands of amperes. اي تربيع في الار هذه عبارة عن ايش؟ باور لوس. فبنختار انه الار ايه مالها تكون صغيرة جدا. تعالوا تنقول انه الار ايه هذه is very small و can be neglected، نهملها ونيجي نرسم اللي هو الفيزور دايجرام عند lagging power factor. هاي ال V5 الحين صار انا بدي اضيف على الفي فاي بس ايش؟ جي اكس اس في الاي اي، يبقى هي الاي اي بدي حاجة عمودية على اتجاه الاي اي، القيمة بتاعتها كام؟ جي اكس اس في الاي اي، هاي في فاي زائد جي اكس اس في الاي اي، وصلنا للنقطة هذه. يبقى من هان هيك لهان هذه هي مين؟ الاي اي اللي هو الفولتج انديوست انترنال اوف ذا جنريتور لما اللي هو تكون الار اي مالها نيجلكتد. صار عندنا هذا الفيزور دايجرام، واحنا مهملين الار اي في حالة مين؟ لاجينج باور فاكتور. تعالوا تنشوف الزاوية هذه ثيتا اللي هي الكوساين بتاعها هو الباور فاكتور. هذا المثلث قائم الزاوية، يبقى الزاوية هاي 90 ماينس ثيتا، الزاوية هاي 90 ماينس ثيتا، يبقى الزاوية هذه كام؟ هذه ثيتا. هذه أول حاجة. المثلث القائم الزاوية هذا من هان هيك لهيك، الطول هذا من هان لهان هو عبارة عن EA في ساين الدلتا، الدلتا اللي هي بس من هان لهان، هذه بدنا نسميها ايش؟ الدلتا، وإلها اسم التورك أنجل. يبقى الـ EA ساين الدلتا اللي هو الطول هذا من هان لهان، هذا اللي هو المقابل للزاوية دلتا على الـ EA
ايش بيساوي؟ الطول هذا على الاي اي بيساوي ساين الدلتا، يبقى معناتها طلع الكلام من هان لهان اي اي في ساين الدلتا. طب المثلث القائم الزاوية هذا هيك، هذا اللي هو مين؟ مجاور للزاوية ثيتا. المجاور هذا على الاكس اس في الاي اي كماجنتيود ايش بيساوي؟ كوساين الثيتا. يبقى الطول هذا من هان لهان ايش بيساوي؟ اكس اس في الاي اي في كوساين الثيتا. يبقى هذا الطول هيك اي اي ساين الدلتا، او اللي هو اكس اس في الاي اي في كوساين الثيتا. يبقى الاثنين الاي اي ساين الدلتا بيساوي اكس اس اي اي في كوساين الثيتا. تمام، تعالوا تنشوف اللي هو مين الباور فلو في حالة اللي هو مين السينكرونس جنريتور. الانبوت ميكانيكال على الشافت، يبقى البي انبوت التي ابلايد على الشافت في الاوميجا ام اللي هي السرعة الثابتة الميكانيكال سبيد اللي هي بنسميها السينكرونس سبيد. في عندي كمان انبوت اللي هو مين الدي سي سورس اللي بيعمل لي سبلاينج لدي سي كارنت. يبقى الانبوت بتاع السينكرونس جنريتور حاجتين، ميكانيكال باور اللي جايه من التربينة او جايه من اللي هو الديزل يونت، وفي كمان عندي الكتريكال انبوت اللي هو الدي سي سورس اللي هو الفي دي سي في الاي اف. هذا الانبوت، هدول الاثنين على طول من حدنايات بيروح منهم اللي هو مين الانبوت، الستري لوسز اللي هي المفاقيد الشاذة، الفريكشن والويندج الاحتكاك والدراج بتاع الهواء، وبيروح كمان الماجنتيك لوسز الكور لوسز اللي هو الايدي والهستيريسيس. الباقي المفروض بده يتحول لمين؟ لإلكتريكال. لكن ايش في عندي في الوايندنجز بتاعت الارميتشر بتاعت الستيتور؟ هدول في عندي ريزيستنس اللي هي الار اي، يبقى في عندي اي تربيع في الار اللي هو بنسميها الكبر لوسز. الباقي هو اللي بيتحول لمين؟ الكتريكال. البي اوت اللي هو بيساوي جذر التلاتة في تيرمينال اللي هو اللاين تو لاين في الاي لاين في كوساين الثيتا، او بيساوي تلاتة الفي فيز في الاي فيز في مين؟ في كوساين الثيتا. هذا اللي هو الاوتبوت. الافيشنسي ايش بتساوي؟ البي اوتبوت على مين؟ على البي اوتبوت. يعني الانبوت باور التي ابلايد على الشافت في الأوميجا إم، البي كونفيرتد اللي المفروض بدها تتحول هي التي انديوس جوات اللي هو الجنريتور في الأوميجا إم، وتساوي 3 اي اي في الاي اي في كوساين اللي هي مين؟ الجاما اللي هي الزاوية بين الاي اي وبين الاي اي. الاوتبوت باور جذر التلاتة في تيرمينال في الاي لاين في كوساين الثيتا، ويساوي تلاتة الفي فيز في الاي اي في كوساين الثيتا. هذا بالنسبة لمين؟ للريال باور. طب الرياكتيف باور بدل الكوساين ايش بصير؟ ساين الثيتا. هذا الكلام على اي اساس؟ انه احنا مهملين مين؟ الار اي، لانه عاملين جود ديزاين ومخلين الار اي صغيره. وكمان في فرضيه تانية انه الاكس اس دائما القيمه بتاعتها اكبر بكتير من مين؟ من الار اي، فممكن نهمل اللي هو مين؟ الار اي. طيب تعالوا تنرجع للي هو الجراف هذا. قلنا انه الاي اي ساين الدلتا بيساوي اكس اس في الاي اي في كوساين الثيتا. اي اي في كوساين الثيتا ايش بيساوي؟ بيساوي اي اي على الاكس اس في ساين الدلتا. بدنا نضرب هذه في 3 في فاي، ونضرب هنا 3 في فاي. ايه التلاتة في فيز في الاي اي في كوساين الثيتا، هذه عبارة عن الباور اللي تو شفناها. يبقى الباور بتساوي تلاتة في فيز في الاي اي على الاكس اس في ساين الدلتا. يبقى هذه هي قيمة المين؟
الباور اللي الجنريتور بيعمل لها سبلاينج لمين؟ لا اللود. ايش بتساوي؟ 3V5 في الاي اي على الاكس اس في ساين الدلتا. طب هذه الباور وقت ايش بتكون ماكسيمم؟ لما ساين الدلتا بيساوي كام؟ 1. يبقى البي ماكسيمم 3V فيز في الاي اي على الاكس اس في اللي هو الواحد. طيب الماكسيمم تورك انديوس جوات الآلة اللي هي الماكسيمم باور بنقسمها كام؟ على الأوميجا ام. يبقى التورك الانديوس عند أي قيمة للباور كونفيرتد ايش بيساوي؟ البي كونفيرتد على الأوميجا ام، يبقى 3V5 في الاي اي على الأوميجا إم في الإكس إس في ساين الدلتا. الماكسيمم تورك لما الدلتا بتساوي كام؟ 90 درجة، يعني ساين الدلتا بيساوي 1. يبقى هاي إحنا قدرنا اللي هو نحسب اللي هو قيمة الباور عن طريق اللي هو مين؟ الفولتج بتاع اللي هو التيرمينال على الفيز، والفولتج الانترنال بتاع اللي هو الجنريتور، واللي هو السينكروناس رياكتنس بتاعت الجنريتور بس في حالة ما نهمل الريزيستنس. وفي حاجة اسمها دلتا اللي هي الزاوية بين الفي فاي وبين الاي اي، هنا اللي هي الزاوية دلتا اللي هي هان، مش اللي هي الزاوية هذه الدلتا بس، هي هذه تمام، لكن الجاما اللي هي من هان لهان. يبقى هذه هي الدلتا وهذه اللي هي الثيتا من هان لهان، والجاما اللي هي هذه الزاوية. يبقى هاي نقدرنا نحسب اللي هو البرفورمانس بتاع اللي هو السينكرونات جنريتور. وفي حاجة اسمها اللي هي الدلتا وبنسميها التورك انجل. شايفين هذا اللي هو تي انديوست، فيها هنا عندنا اللي هو ايش؟ ساين الدلتا، عشان هيك سموها التورك انجل. وإلها اسم تاني اللي هو الباور انجل، لأنها بتيجي في الاكويجن بتاعت بين الباور. تعالوا تنشوف اللي هو البرفورمانس بتاع السينكرونس جنريتور. الافكت اوف لود تشينجز، هاي عندي جنريتور ومتصل معاه لود وماشي هنا الكرنتس. اللود هذا مش دائما نفس القيمة ومش دائما كمان نفس الباور فاكتور، يعني الاي اي بيتغير والباور فاكتور بيتغير. اللي احنا شايفينه تحت هنا الفيزور دايجرام عند لاجينج باور فاكتور وعند ليدينج باور فاكتور. طيب الاي اي هذا ممكن يكون كبير ونفس اللي هو مين؟ الزاوية هذه نفس الباور فاكتور. الاي اي هذا ممكن يكون كبير وممكن اصغر لكن نفس الباور فاكتور نفس الزاوية، يعني الزاوية هذه اللي هي ثيتا تكون نفس القيمة لكن الاي اي ممكن كبير وممكن صغير. طب الاي اي هذا ممكن يكون نفس القيمة بس ايش ماله؟ زاوية مختلفة. يبقى الحمل لما يتغير معناته انه ممكن الماجنتيود بتاع الاي اي وممكن الباور فاكتور، تغيير اللود تغيير الاي اي كماجنتيود او تغيير الباور فاكتور. تعالوا تنشوف اذا الاي اي اتغير يبقى معناته جي اكس اس في الاي اي مالها اتغيرت. طيب اذا الاي اف الفيلد كارنت له نفس القيمة يبقى الاي اي مالها الها نفس القيمة، لانه الاي اي ايش بتساوي؟ كي الكونستانت في الفاي في الاوميجا، الاوميجا هذه اللي هي سرعة ثابتة سينكرونس سبيد. يبقى الاي اي بس بتتغير اذا تغير الفلكس، مين اللي بيغير الفلكس؟ اي اف. يبقى اي اي بيتغير جي اكس اس في الاي اي بيتغير، معنات هذا الكلام لو الاي اي نفس القيمة يبقى الفي فاي ماله بيتغير. كمان الاي اي بيتغير فقط اذا غيرنا الفيلد كارنت. تعالوا للتسهيل نهمل الريزيستنس، ايش بتصير الاكويجن؟ اي اي بتساوي في فاي بلس جي اكس اس في الاي اي، وهذا الفولتج ريجوليشن، هذول اللي احنا شفناهم قبل شويه. تعالوا حتى نشوف اللي هو الجرافس.
هاي عندي انا كرنت اسمه اي اي لحد الان، وهي الفي فاي اللي هي لحد الان، وهي اللي هو مين جي اكس اس في الاي اي. انا بدي اعمل تغيير في الاي اي، بس بدي اخلي الاي اف ماله كونستانت. اذا الاي اف كونستانت يبقى مال الاي اي كونستانت، يبقى الاي اي اللي هان بدها تضلها نفس القيمة، يبقى معناته المحل الهندسي لا اللي هو الاي اي عبارة عن سيركل، وين ما يروح بده ايش ماله تيجي القيمة على سيركل، وين ما تروح وبدها تيجي على السيركل عشان تضل نفس القيمة، عشان تضلها نفس القيمة يبقى على السيركل. تعالوا تنشوف الاي اي هذا نفس الباور فاكتور، بس ايش سوينا؟ خليناه يزيد، صار اي اي برايم. ايش معنى هذا الكلام؟ جي اكس اس في الاي اي الجديد برايم اكبر من الجي اكس اس في الاي اي اللي في الحالة الاولى، يبقى هنلاقي اللي هو الطول هذا ماله اكبر. هيك ايش هنلاحظ؟ هنلاحظ انه الفي فاي هذه مالها هتقل شوية، صارت الفي فاي الان قلت شوية. الاي اي زي ما هي اي اي واي اي والاي اي برايم نفس القيمة، لانه الاي اف ماله كونستانت. الاي اي هذا زاد، هتلاقي انه الفي فاي مالها قلت شوية. طيب تعال تنشوف هذا الكلام وين عند يونيتي باور فاكتور. تعال تنشوف لما يكون لاجينج باور فاكتور، هاي الاي اي لها اللي هي النقطة الحمراء، وهي الفي فاي لها بدنا، وهي مثلا اللي هو مين جي اكس اس في مين في الاي اي، وهي الاي اي في الحالة الاولى اللي هو المثلث هذا. بدنا نخلي الاي اي ماله يزيد شوية، زاد الحمل صار اي اي برايم، يبقى الجي اكس اي اي برايم مالها اكبر، يبقى هنلاقي الطول هذا اكبر، وهذا هو المحل الهندسي للاي اي، يبقى الاي اي برايم هتيجي هنا نفس اللي هو الايش الطول بتاع الاي اي والاي اي برايم ايكوال في الماجنتيود، عشان جي اكس اس في الاي اي برايم كبر ايش صار للفي فاي قلت اللي هي مالها شويه، عشان يصير الطول هذا اكتر من هذا الطول، لكن يديني اي اي برايم واي اي متساويات، يبقى هذا ايش باور فاكتور لاجينج باور فاكتور، التيار متاخر عن الفولتج. وهذا وين في حالة الليدنج باور فاكتور، هاي الاي اي او هاي اللي هو مين الفي فاي. جي اكس اس في الاي اي اللي هو القيمة، وين الخط هذا؟ بدنا نجيب عليه عمود في فاي، هذه اللي هي جي اكس اس في الاي اي، هذه مش الاي اي برايم، هذه الاي اي. يبقى هي وصلنا لمين؟ لا اللي هو الفيزور دياجرام في الحالة الأولى اللي هو مثلث. تعالوا نخلوا الاي اي برايم يزيد، يبقى صار عندي جي اكس اس هذه اللي هي الاي اي برايم، الاي اي برايم بدها تساوي اللي هي مين الاي اي، يبقى وصلنا لهان ايش هنلاقي الفي فاي، هيصير الفي في برايم ايش ماله زاد الفولتج، هذه اللي هي البرايم هيك، هذه مش برايم، هذه لا مش برايم، هذه اللي هي البرايم، هذه جي اكس اس في الاي اي وهذه جي اكس اس في الاي اي برايم. ايش بتلاحظوا؟ انه في حالة الليدنج باور فاكتور لما بيزيد الكرنت ايش بصير لمين؟ للفي فاي بتزيد، صارت الفي بدل في فاي صارت في فاي برايم. علشان هيك الفولتج ريجوليشن في حالة اللي هو اليونيتي باور فاكتور واللاجينج باور فاكتور بيكون بوزيتيف، لكن في حالة الليدنج باور فاكتور ممكن يكون بوزيتيف وممكن نيجاتيف وممكن زيرو. وقت الزيرو لما الفي فاي بتساوي اللي هو مين الاي e.